أكد سعادة السيد مصطفى بنخي سفير المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد أن مملكة البحرين متمرسة في العمل العربي المشترك ولديها حضور مكثف ومتميز على مستوى أجهزة جامعة الدول العربية. نجاح. أولا أهنئ مملكة البحرين الشقيقة على استضافة هذه القمة، وأشيد بالجهود التي تبذلها أو تبذلها مختلف القطاعات الحكومية البحرينية في إطار تحضير لتنظيمها. صحيح أن القمة العربية تأتي أو تنعقد في ظرفية إقليمية دقيقة، ولكن الجميع واثق في قدرة البحرين على إنجاحها، إن على مستوى التنظيم أو على مستوى القرارات التي ستصدر عنها. على مستوى التنظيم، البحرين تزخر بالكفاءات البشرية عالية الجودة، تزخر بالقدرات اللوجستية الحديثة والمتطورة، والبحرين أيضا تتوفر على تجربة رائدة في مجال تنظيم الاستحقاقات الكبرى في مختلف الميادين. على مستوى المخرجات القمة، البحرين متمرسة في العمل العربي المشترك، وهي دائما تسجل حضور مكثف ومتميز على مستوى جميع أجهزة الجامعة العربية ومؤسساتها الفرعية، وبالتالي تستطيع إنتاج مبادرات حيوية ذكية تقترحها لتصدر ضمن قرارات أو في إطار قرارات هذه القمة. كما أن البحرين تحظى بثقة الجميع داخل الجامعة العربية وخارجها، وباحترام الجميع داخل الجامعة العربية وخارجها، وهذا يجعلها قادرة على المساعدة على توحيد الجهد العربي نحو الدفع